ذاهبا اليوم مع الجيد المستوى السادس صفحة 37 دائما مع القسمة. إذا أشطب الجواب الخطأ، ودائما كالعادة يعني اللي عنده طبعة جديدة في هذه الفيديوهات خاصين بالطبعة الجديدة ديال هذا العام ديال 2021، واللي عندهم الطبعة القديمة راه الفيديو كاين ديالها كاين في القناة وغنوضعه في أول تعليق إن شاء الله الرابط ديالو، لأن التمارين ما كتكونش بحال بحال كتكونش بحال بحال. أشطب الجواب، دونك أشطب الجواب الخطأ. إذا 7.53 قسمة عشر، إذا قلنا قسمة عشر هي ضرب 10، إذا لا ضربنا هذا في 10 كنزيحوا الفاصلة برقم، إذا 75.3، إذا هذا هو الجواب الصحيح. إذا هذا خطأ وهذا خطأ، هذا خطأ وهذا خطأ. ثم 1.30 قسمة جزء من المئة، وكأننا ضربنا في ألف في مئة عفوا. إذا عندما نضرب في مئة نزيح الفاصلة برقمين، 130. 29 قسمة ألف، وكأننا ضربنا في جزء من الألف. إذا عندما نضرب في جزء من الألف 1 2 3، يعني ثلاث أرقام وراء الفاصلة 1 2 3. إذا 0.920 يعني هذا هو الجواب. 425 قسمة 3.84، إذا هنايا التحويل، هنا ضفنا الصفر بمعنى ضربنا في 10، وهنايا حيدنا الفاصلة بأننا ضربنا في 100، إذا هذا خطأ. ضربنا هنا في 10 وهنا في 100، خصنا نضربو في نفس العدد. هنا ضفنا صفرين بأننا ضربنا في 100، ونزحنا الفاصلة برقمين ضربنا في 100، إذا هذا جواب صحيح. هنا ضربنا في 3 في 1000 لأن زدنا 3 الأصفار، وهنايا ضربنا غير في 100 زينا الفاصلة، إذا هذا جواب خاطئ، ما ضربناش في نفس العدد. هذا ضربناه في 100 في 100. بالنسبة لهذا نفس الشيء، إذا هنايا زحنا الفاصلة برتبة بمعنى ضربنا في 10، وهنا زدنا صفرين بمعنى ضربنا في 100، بمعنى ضربنا في 100، إذا خطأ. هنا زحنا الفاصلة برتبة ضربنا في 10، وزدنا الصفر ضربنا في 10، هذا صحيح. بالنسبة لهذا إذا زحنا الفاصلة برقمين ضربنا في 100، ولكن هنايا زدنا غير صفر ضربنا في 10، إذا هذا خطأ. ثم 23.42، إذا هنايا زيدنا الفاصلة برتبتين بمعنى ضربنا في 100، وهنا زيدناها برتبة بمعنى ضربنا في 10، إذا هذا خطأ. ثم هنايا رقمين ضربنا في 100، وهنا زدنا غير صفر أيضا، هنا عفوا ضربنا في 100 لأن زيدنا الفاصلة برتبتين، وهنايا برتبتين، إذا هذا جواب صحيح. أما هذا ضربنا هنا في 100 برتبتين، وهنا زدنا جوج أصفار إضافة إلى هذا اللي كان الفاصلة، بمعنى ضربنا في 1000، إذا هذا خطأ. تمرير رقم 19، أهملت فاصلة في كل من القسمات الآتية، ألاحظ ثم أعيد كتابتها في المكان المناسب. إذا هنا إلا بغينا ندير عملية التحويل، إذا غنضربو هنايا في 10 وهنايا في 10، بمعنى هنا ما تبقاش الفاصلة، وهنايا غتولي الفاصلة هنايا. إذا عندي رقمان سأخذ رقمان، 96 كم فيها من 35، فيها 2، ثم عندما أنزل الاثنان فيها 7، وعندما أنزل الخمسة يجب أن أضع الفاصلة، هذا الفاصلة هنا، هنا نفس الشيء، إذا نزيح الفاصلة هنا، هنا لدي، لاحظوا هنايا لدي 1 2، يعني رقمان، حيت لا ضربت الخارج في المقسوم عليه غنحصل على المقسوم. إذا لا ضربت هذا في هذا ملي غنكمل العملية غنحسب 1 2 1 2، إذا هنا هي الفاصلة. هنا نفس الشيء، يعني عندي 14، هنا قسمنا على 25 عطاتنا 5، لأن هنا هما قال لك غير أهملت الفاصلة بمعنى تنسات الفاصلة، إذا هنا غنقدر نزيدها هنا، إذا غالبا غنزيدوها هنايا. علاش؟ علاش زدناها هنايا؟ باش ملي نضرب هنا في 10 وهنا في 10 تولي 141 قسمة 25، و 141 قسمة 25 راه تعطيني 5.64. تمرير رقم 20، استخدم الجداء الاتي. اذا عندي هذا الجداء، عندي الجواب ديالو، غنخدم به هنايا. اذا الى قسمت هذا راه هو هذا، وهذا هو هذا، الى قسمت هذا على هذا غيعطيني 2.21، 2.1. 903 قسمت على 4.3
إذا أنقسم هذا على هذا غيعطيني 2.1، ولكن هنا راه ضربت في 100، ما معنى هذا؟ إذا إلا قسمت هاد صفر هنا باش تباليكم مزيان، إذا لاحظوا إلا قسمت 903 على 4.3، إذا أصلا إلا قسمت أنا 9.03 على 4.3 غيعطيني هذا الجواب بالضبط 2.1، ولكن هنا راه ضربت هذا في 100، إذا أنا ضربت هذا في 100 إذا حتى هذا خصني نضربو في 100، بمعنى نضرب في 100 خصني نزيد الفاصلة برقمين، إذا 210، إذا هذا غيعطيني 210. ثم العملية الموالية 903 قسمة 43، إذا 903 قسمة 43، إذا نفس الطريقة، إذا دائما هذا هو الجداء اللي عندي، إذا هنا 903 هنا ضربت في 100 وهنا ضربت في 10، إذا بحال هذا اللي ضربت في 10، إذا هذا خصني نضربه في 10، إذا تعطيني 21. يعني هي في الحقيقة صعيبة عليكم شوية، يعني فوق المستوى تقريبا. بالنسبة لهذه 9.03 إلا قسمته على 2.1 غيعطيني هذا الجواب 4.3. بالنسبة لهنايا إلا قسمت هذا على هذا، إذا هذا ضربته في 100، يعني نفس الطريقة هنا غتعطيني 430. وهنايا نفس الشيء عاوتاني بحال وبحال، هذا غتعطيني غير 43. أقرأ الوضعية وأتوقع جميع الأخطاء التي يمكن أن يقع فيها رفيقتي أثناء حله لها وإجابتي عن الأسئلة. أجيب عن الأسئلة الوضعية وأتجنب الأخطاء التي توقعتها. اشترى تاجر كمية من البرتقال بمبلغ قدره 1400 درهم وباعها بمبلغ 1800 درهم على أساس 4.50 درهم للكيلوغرام الواحد، واحسب كتلة البرتقال بالكيلوغرام. إذا لبغينا كتلة البرتقال بالكيلوغرام، عفوا كتلة البرتقال بالكيلوغرام، لاحظوا هنا باعها بمبلغ 1800 درهم على أساس 4.50 درهم للكيلوغرام الواحد. إذا أنضرب هذا في هذا، أنقسمه هذا، لأن هذا هو المبلغ، باعها ب 1800 درهم، كلها ب 1800 درهم، غنقسموها على ثمن الكيلو باش نعرفوا الكتلة شحال. إذا بالنسبة لواحد وعشرون، إذا كتلة البرتقال بالكيلوغرام، كتلة البرتقال بالكيلوغرام، إذا باعها ب 1800 درهم على أساس 4.50 درهم للكيلوغرام الواحد. إذا هنا أصلا هذا الصفر غير زائد، عندي رقم وراء الفاصلة أضرب في 10 وأضرب في 10، إذا هنا غنضيف الصفر وهنا غنتخلص من الفاصلة. إذا عندي رقمان غير كافيين، آخذ 3، إذا فيها 4، 4 × 5 20، 4 × 4 16، 18، ثم الصفران. إذا 1800 قسمة 4.5، 400 كيلو غرام، هذه كتلة البرتقال. ثم أحسب ثمن شراء الكيلوغرام الواحد، إذا ثمن شراء الكيلوغرام الواحد، إذا ثمن شراء الكيلوغرام الواحد، من طبيعة الحال لاحظوا هنا اشترى تاجر كمية من البرتقال بمبلغ قدره 1400 درهم، إذا 1400 شرى بها 400 كيلو، إذا 1400 غنقسموها على 400 كيلوغرام. إذا ثلاثة الأرقام ما كافيش، غنشد ربعة، إذا فيها 3، إذا 0 0 و 3 في 4 12، إذا أتابع القسمة أضرب في 10 أضع الفاصلة، إذا فيها 5، 0 0 و 5 في 4 20، إذا 1400 قسمة 400
هي 3.5 دراهم. هذا هو باش شرا ثمن الكيلوغرام الواحد. جيد، جو جيد. كومبليت لا فاكتور سويفونت. دونك هنايا نفس الطريقه اللي كنا شفنا في الصفحه اللي دازت. دونك عندنا لي كايي، عندنا لو نومبر 25 25، وعندنا البري توتال بشحال شرام كاملين. بغينا البري يونيتير يعني الوحده، دفتر واحد بشحال. دونك هذا نقسمو على هذا ونعرفو دفتر واحد بشحال. دونك 22 دونك الاولى نديرو 207.50 ديفيدي بار 25. دونك نشد هذا شحال عندي فيه 8، 8 في 45، 8 في جوج 16 و 4 20، اذا 7. نزل 5، 75 نزلت 5 خصني ندير فاصله، اذا فيها 3، 3 في 5 15، 3 في جوج 6 1 7، بقى هاد الصفر نزيدو هنايا. دونك 8.30، اذا هنا غنسجلو 8.30، هذا ثمن الوحده. ثم بالنسبه لنفس الطريقه 771 771.80 ديفيزي بار 17. دونك هنايا ما عنديش فاصله هنايا بلا ما نحيد هذه من هنايا، بلا ما نضرب في 10 10 ولا 100 100. دونك هنايا شحال فيها 77 شحال فيها 17 فيها 6 5 4 فيها 3 فيها 4، 4 7 28، 4 × 1 = 6. دونك 17 من 8 ناقص 8 9 0. نزلو 1، 91 شحال فيها 17 فيها يمكن 5 5 7 35، 5 × 1 = 3 8. دونك 11 ناقص 5 6 0. ننزل دابا 8 وندير فاصلة، دونك فيها 4، 4 × 7 28، 4 × 1 = 6، بقات 0 نزيدو هنايا. دونك 45.40، 45.40. دابا هنايا البخي توتال يعني المجموع ديالهم غادي نجمع هادو هنايا. دونك 0 + 0 + 0 هي 0، 5 + 8 13 + 9 = 22، 7 + 2 = 10 10 14، الفاصلة بعدها 1 + 0 = 1 + 7 = 8 8 + 2 = 10، 1 1 + 2 = 3 + 7 = 10. دونك 1004.20، 1004 نكتبوه هنا كبيرة باش تبان، 1004.20. إذا هنايا 1005.20، هادي راها 5 هادي ماشي 4، 1005.20. جيد، 823. إذا يمثل الجدول الجانبي فاتورة. إذا هادي عندي فاتورة استهلاك الشطر الأول اللي كان 6 والمبلغ 14.22. دونك شحال غيكون قيمة الوحدة؟ إذا غندير تسلا، إذا 14.22 غنقسم على 6. دونك هنايا فيها جوج 12، غنزل 2 ندير فاصلة، فيها 3 18 4، غنزل 2 فيها 7. دونك 2.2.37، 2.37. بالنسبة للثانية نفس الشيء، 103.46 نقسمها على 14. دونك هنايا فيها 8 فيها 7، 7 × 4 = 28، 9، دونك 5، غنزلو 4 ونديرو فاصلة، دونك فيها 3، 3 × 4 = 12 1 4، دونك 2 1، غنزلو 6، 6 فيها 8، 8 × 4 = 32، 8 × 4 =
32 نحتفظ ثلاثة ونتم 11 هناك 4 1 0. إذا فيها تسعود، فيها تسعود، تسعود في 4 36 وهنايا 12 باش تبقى 0. دونك هنايا 7.39، 7.39. هنا بنفس الطريقة اللي درنا في التمرين في الدرس السابق. دونك هذا منين غنجيبو غادي نجمع هنا القيمة المضافة وهنا الواجب دفعه. إذا هنا المجموع هو هذا، إذا غنجمع هذا زائد هذا ونطرحه من هذا المجموع باش نعرف هذا اللي هنايا. دونك غنجمع 14.22 مع 103.46 تعطيني 8.671. دابا 172 هاد المجموع هذا نطرح منه هاد الجوج هادو باش نحصل هنايا. اذا 117.68 طرح، اذا 0.15 من 6 تسعود 12 ناقص 8 4 7 ناقص 2 5 0. اذا هنايا 54.90. دابا هاد 54.90 نقسم على 5 باش نعرف قيمة الوحدة. 94 54.90 نقسمها على 5. إذا 5 1 0 غنزل 4 فيها 0 والباقي 4. غنهبط تسعود وندير الفاصلة، إذا فيها تسعود 45 الباقي 4. غنزل 0 فيها 8 والباقي 0. إذا 10.98، إذا 10.98. دابا القيمة المضافة نفس الشيء، إلا بغيت القيمة المضافة هذا هو المجموع. دونك هذا غنقص منه هذا ونعرف القيمة المضافة. إذا هنايا الواجب دفعه غنقص منه المجموع، 1 10 ناقص 5 5، 7 ناقص 3 4، 10 ناقص 7 3، 2 ناقص 2 0. إذا 34.51، 34.51. جيد. ثم ليكزارسيس 24، دونك هبة اشتي 35 كيلوغرام دو بوم او بري دو 437.50. جو كالكول لو بري دو 1 كيلوغرام دو بوم. قسمه باش نعرف ديما لو بغيت 1 كيلوغرام واحد غندير لا ديفيزيون. دونك هنايا 24، دونك هنا لو بري دو 1 كيلوغرام اي، دونك هنايا غندير قسمه. دونك هنايا 437 virgule 50 divisé par 35. دونك هنا غناخد هذا 1 5 3 13 ناقص 5 8 4 ناقص 4 0. غنزل 7، دونك هنايا فيها جوج نعطيني 70 7 1. غنزل 5 وغندير فاصلة فيها 5، نزل 5 25 2 15 والاحتفاظ ونزيد هاد الصفر. دونك هنايا 437.50 نقسمتها على 35 غتعطيني 12.50 درهم للكيلو واحد. تري بيان ليكزيرسيس 25، اون بارطاج ان سيغمون دو 58 سنتيمتر دو لون اون 11 سيغمون. دونك واحد السيغمون واحد القطعة فيها 58 سنتيمتر قسمناها على 11 قطعة دو ميم لونغور في نفس الطول. دونك كيل لا لونغور دو شاكان دو سي سيغمون، يعني شحال كل وحده شحال غيكون فيها. لا ديفيزيون سا غيتيل او نو، واش هاد القسمه غتكمل ولا ما غتكملش. دونك هنايا وروني الجواب بعدا، قال لي واش القسمه غتكمل ولا ما غتكملش. دونك 58 غنقسمها على 11، دونك 58 غنقسمها على 11. دونك فيها 5 55 3 0. غنزيد هنايا ندير فاصيلة فيها 2 22
دونك 10 ناقص 2 8 0، غنزيد 0 فيها 7، 7 في 11 77، والباقي 3. غنزيد 0 فيها 2، 2 في 11 22، والباقي 8. غنزيد 0 دونك غنرجع ل 8 عاوتاني. اذا غنبقاو في نفس التكرار، فيها 7. دونك هذه ما تكملش، غتبقى ديما 2 7 2 7 2 7. دونك هنايا دونك لا لونغور دو شاكان دو سي سيغمون، دونك لا لونغور دو شاك سيغمون اي، دونك هنايا غنقص نديرو 58، غنقسموها على 11، غتعطينا 5.27، 27 وما تكملش، غتبقى غادية. دونك هنايا قال ليا واش لا ديفيزيون ساغيتيل او نو، دونك او نو، دونك لا ديفيزيون نو ساغيت با، لا ديفيزيون نو ساغيت، علاش؟ حيت قال ليا واش وي ولا نو. دونك حنا غنقولو نو ساغيت ما لا تتوقف، نو ساغيت با لا تتوقف. إذن إلى هنا أنهينا 8 صفحة 37، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.